الحد الأدنى للأجور أو طعن العمال من الخلف. الحد الأدنى للأجور هو ما يجب أن يتمكن العامل بتلقيه من تمرير دوران حياته، لكن هذا ليس هو الحال في إيران تحت حكم الملالي. أعلن وزير العمل في النظام محمد شريعة مداري الأحد 14 من آذار مارس الماضي أن الحد الأدنى لأجور العمال العام المقبل سيكون 1,650,000 تومان، أي أقل من 110 دولارات. لكن هل يستطيع العمال الإيرانيون كسب الحد الأدنى من العيش بهذا الراتب؟ وفقا لمصادر حكومية مختلفة، تسبب التضخم غير المسبوق والمتصاعد في الأسعار في وصول خط الفقر في إيران إلى أكثر من 10 ملايين تومان شهريا، مما يعني أن العمال في أحسن الأحوال بالكاد يكسبون ربع الحد الأدنى للعيش. حاليا جزء كبير من الاقتصاد الإيراني في أيدي خامنئي وقوات الحرس. خامنئي يشرف على 9 مؤسسات اقتصادية. في 30 عاما الماضية تم إثراء هذه المؤسسات من حيث الأصول والسيولة. ثروة هذه المؤسسات الاقتصادية تحت إشراف مكتب خامنئي تبلغ $1 تريليون. إحدى هذه المؤسسات هي مقر خاتم لقوات الحرس. وقال سعيد محمد المتزعم السابق لهذه المؤسسة النهابة أن مقر خاتم يسيطر على 35% من البنزين و20% من الغاز الطبيعي و22% من وقود الديزل و32% من أنابيب النفط والغاز و50% من خطوط التحكم في الغاز. يعمل في سد خاتم حوالي 5,000 مقاول للاستشارات والبناء، ويبلغ عدد العاملين فيها 200,000 عامل. تظهر هذه الاعترافات أن مكتب خامنئي والحرس هما أكبر أرباب العمل في جميع أنحاء إيران، ويلعبان دورا رئيسيا في تحديد الحد الأدنى للأجور للعمال. أدى الاستغلال الوحشي للطبقة العاملة إلى إحداث فجوة اقتصادية في إيران، بحيث لا يستطيع العمال إطعام عائلاتهم. لكن قالت النظام وأبناء الذوات لهم مداخيل بمبالغ فلكية، بحيث لا يعرفون كيف ينفقون أموالهم. لقد خلق الانقسام السياسي وضعا مزريا في المجتمع الإيراني بحيث لا يمكن تجاهله، واعترفت صحيفة مستقل الرسمية بهذا الوضع الكارثي وكتبت: في طهران يعيش 14,000 شخص من خلال جمع القمامة، من بينهم 4,600 طفل. هناك 500,000 طفل عامل، إذا لم يعملوا فإن حياتهم ستواجه أزمات عميقة للغاية. كما أقرت صحيفة أرمان الرسمية في 12 إبريل/نيسان 2020 بظروف مزرية للغاية، وكتبت: 32 مليونا من سكان إيران البالغ عددهم 85 مليونا يعيشون في أكواخ في عشوائيات المدن. في طهران زاد عدد سكان العشوائيات الفقيرة في المدينة إلى 11 مليونا. الحشود في عشوائيات البلاد هي قنبلة اجتماعية موقوتة يمكن أن تنفجر في أي وقت وتسبب اضطرابات اجتماعية. ما هي مآلات المجتمع الإيراني؟ إن وضع المجتمع الإيراني في مثل هذه الحالة حرج. الشرارة الأولى تحول غضب الناس إلى انفجار لا يمكن السيطرة عليه، وهي حقيقة لم يعد من الممكن إخفاؤها أو التستر عليها، كما كتبت صحيفة رسمية في 3 أبريل الجاري في الاعتراف بهذا الوضع. تسبب ارتفاع الأسعار مؤخرا في توتر المجتمع، والمجتمع على وشك الانفجار السكاني، وإذا لم يحدث الانفجار اليوم فسيحدث بلا شك في المستقبل القريب.